عودة مشاهدينا إلى تفاصيل خبر المواطن الذي قتل 3 من أطفاله في مكة المكرمة، حيث يلتحق بنا من مكة المكرمة مراسل الإخبارية زميلي أيمن ثبيتي. أهلا بك أيمن. في البداية، هي بلا شك جريمة بشعة أحزنت ليس فقط أهل مكة بل كل من استمع لهذا العمل الإجرامي الذي تقشعر منه الأبدان في الحقيقة. فما هي الدوافع الجاني أيمن إذا ما كان لديك تفاصيل حول هذه القضية؟ نعم، بداية زميلي وليد أحييك وأحيي كافة مشاهدي قناة الإخبارية. كنت أتمنى في هذه الإطلالة عبر قناة الإخبارية أن أتحدث عن مناسبة، عن فعالية، عن منشط، عن منجز، ولكن للأسف واقع الحال يقول أن أتحدث عن هذه الجريمة البشعة التي هزت جميع أهالي مكة المكرمة في هذا الصباح، وهو نحر 3 من البنات من قبل والدهم للأسف بآلة حادة وهي السكين، أعمارهم بين 3 سنوات و5 سنوات و6 سنوات. هذه الجريمة البشعة التي حقيقة تمت بفعل مواطن يبلغ من العمر 38 عاما، وزوجته التي أصيبت بانهيار عصبي شديد وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة هنا في العاصمة المقدسة، والتي تتماثلت حالتها لله الحمد والمنة بالشفاء. طبعا الحادثة وقعت هنا في حي الروضة بغير ما هو مقروء في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الصحف الإلكترونية أنه في حي الملاوي، لا، الحادثة وقعت هنا في حي الروضة، هذا الحي الذي يبعد عن الحرم المكي ما يقرب من 2 كيلو متر. أيضا زميلي وليد ومشاهدي قناة الإخبارية، هذا المنزل هو الذي تمت فيه الحادثة البشعة من قبل هذا المواطن الذي قام بنحر بناته 3 في صباح هذا اليوم. تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد 911 في تمام الساعة 11:38 من قبل أحد الجيران أن هناك حادثة قتل تمت لـ3 من البنات في تمام الساعة 11:38. كان هناك دور إيجابي وكبير جدا من قبل الجيران في التعامل مع هذا القاتل من حيث التهدئة وأيضا من حيث سرعة البلاغ لـ911 والذي بدوره بلغ شرطة العاصمة المقدسة، وأيضا هي بدورها قامت بإرسال الجهات الأمنية للقبض على هذا المواطن الذي هو الآن طيب في أيمن. أيدي السلطات هنا في مكة المكرمة. تفضل وليد. اسمح لي أيمن، كيف وصف جيران الجاني فعلته؟ كيف وصفوا شخصيته؟ ما فعله الجاني حقيقة يندى له الجبين، كيف لشخص يعني ينسلخ من عاطفته وعقله بقتل بناته 3 بدم بارد؟ كيف وصفوا الجاني هؤلاء الجيران الذين حوله؟ نعم، طبعا الجاني وليد هو معتل نفسيا، عاطل عن العمل عندما قام بفعلته البشعة، وهذه على رواية أيضا الجيران، أصيب بصدمة وذهول وهو حقيقة لا يتمالك نفسه، وقام أيضا بالخروج من هذا المنزل الذي أتحدث من أمامه لمشاهدي قناة الإخبارية. فبالتالي تم التعامل معه من قبل الجيران، فاقد لأعصابه، لم يكن نعي بما يفعل من هذه الجريمة البشعة وهي نحر 3 من بناته. للأمانة هي جريمة لا تغتفر، وأيضا كانت هناك ردود أفعال قوية وكبيرة من أبناء العاصمة المقدسة وأيضا من الجيران المحيطين بهذا المنزل. الجميع حقيقة يعني يتحدث عن سلوكيات هذا الجاني لم تكن بالسلوكيات الطبيعية على مدى معرفتهم بهذا الجار، لم تكن بينهم أحاديث ودية وإنما كان بينهم السلام فقط. للأمانة وليد، الدور الإيجابي للجيران وأيضا الدور الكبير الذي
قامت به شرطة العاصمة المقدسة في التعامل الكبير والتعامل المباشر مع هذه الحادثة، وأيضا في سرعة القبض على هذا الجاني كان له دور إيجابي في التعامل مع هذه الحادثة. كما تعلم ملف هذا الجاني سوف يتحول إلى النيابة العامة الذي بدورها. أشكرك زميلي أيمن، أعتذر للمقاطعة لضيق الوقت، لم يتبقى معي المزيد من الوقت، لكن سنتابع معك تفاصيل هذه الحادثة والتحقيقات التي ستصل لاحقا حول هذه القضية. شكرا جزيلا لك أيمن ثبيتي، كنت معنا من مكة المكرمة.